طب كان في اتجاه كده في بعض مشروعات الانتاج السمكي الكبيره جدا والسهل اللي بتنفذها القوات المسلحه ان هم هيعملوا مصانع للتونه. يا ريت يعملوا. احنا عندنا طبعا في كفر الشيخ مصانع. يا فندم انا متهيألي ان الدوله لو عملت مصنع تونه هتعرف تحميها كويس. هو لما هيعمل مصنع تونه هيشغلني وهيخلي الناس كلها نفسها تستفتح ان اعمل مصنع تونه. عاوزين حد يعمل مصنع صفيح، علب الصفيح بدل ما استوردها من بره. واللي عنده، لان للاسف احنا مش شايفين بعض، اللي يعرف يعمل علبه التونه بنفس الشكل الحاج سيد عايزه يا اخي اتصل بيه وقول له انا بنتجها. هتوفر لنا في علبه التونه بدل ما احنا بنستوردها من اسبانيا يا فندم علبه التونه. طب عارف مواصفات بتاع العلف عايز ايه في المسحوق؟ كل ده يا فندم الشركه دراسة بتاعت الدواء عايز ايه في الزب بتاعها؟ كل يا فندم دي دراسه موجوده عندنا، دي اللي مبني عليها المصنع. انا عايز اقول لك ان من اهم المنتجات اللي احنا خلينا نبص لصناعه التونه هي الفيش امولشن. حضرتك تعلم ان احنا عندنا زراعة. احنا الطن الفدان كان بيعمل 2.5 طن. فدان العنب زي ما انت حكيت. النهارده لما بنرمي الفيش امولشن الانتاج تكاثر 3-4 اضعاف.